أوركسترا أغاليد أن يغرد كل منا بما يحلو له شرط أن يغرد مع الآخرين. تضم أوركسترا أغاليد مجموعة من العازفين الأكاديميين المتواجدين على أرض الكويت بقيادة المايسترو محمد الفكهاني، نحييه. وبإشراف فني من أخوكم الصغير أحمد الدين. رجالة هنقدم أعضاء فريق أغاليد، وهنبدأ بسوليست الكمان الأستاذ أحمد خطاب، كمان الأستاذ أحمد مديم، الأستاذ أحمد صلاح، الأستاذ أحمد كمال. هنقدم طبعا أحمد في الأول يعني عشان الأستاذ إيهاب عمران، الأستاذ إسلام مصطفى، فادي صبحي، بدر شلبي. التشيلو البريمو تشيلو الاستاذ محمد شوشة، الدكتور خالد ديب، الاستاذ فريد ناجي، الاستاذ عبد الله. ونتكلم عن السولوهات، سولو ناي وائل ابو خطوه، العود دكتور حسام ذكري، والقانون معلش قول لي بقى اصلا ده دراع اليمين في كل حاجه ومن مؤسسين الاوركسترا العبريت معايا بصراحه. كيبورد وورك الاستاذ مهاب ثابت، الايقاعات معانا الاستاذ مؤمن، والاستاذ مهندس تيم، وادينا طلال الرويشي.